اهلا بيكم يا حبايبي في مطبخ جيجي لاحلى الاكلات. النهارده هنعمل مع بعض اسبرنج رول. طريقته سهله وبسيطه وهيعجبكم كلكم. اتمنى حبايبي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش لايكاتكم الحلوه وتعليقاتكم الجميله. يلا حبايبي نشوف مكوناتنا ايه. احنا حبايبي هنا عندنا توابل، معانا توم باودر، ومعانا بربيكيا وجنزبيل، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا نص كيلو جزر، ونص كيلو بسلة، ومعانا نص كيلو صدور فراخ مقطعينها مربعات كده. هننزل بالتوم الباودر في حلة فيها زيت، وهنزل بالجنزبيل، وهقلب التوم الباودر مع الجنزبيل مع الزيت. الزيت طبعا احنا كنا مسخنينه على النار، وهنزل حبايبي بصدور الفراخ. صدور الفراخ غسلينها ومصفينها من المية ومقطعينها زي ما احنا شايفين كده. احنا هنا حبايبي اهو بنشوح الفراخ مع الثوم البودر والجنزبيل. الفراخ عندنا هي حبايبي اتشوحت، انا بشوحها عشان هي هتكمل سواها مع باقي الخضار. هي شربت ميتها اهيت. هنزل بقى حبايبي بمعلقه البربيكيا ومعلقه الفلفل الاسمر، ومعانا الملح طبعا حسب الرغبه. هنقلب مع بعض مكوناتنا. وبعد كده حبايبي هنزل بالبسلة، وهنزل بالجزر كمان، هنقلب كله مع بعضه زي ما احنا شايفين كده. هياخدوا تشويحة مع بعض. وهنزل حبايبي عليهم بكوباية مية او كوباية لربع مية. هقلبهم مع بعض. وهكون يا حبايبي مجهزة عندي 3 معالق دبس رمان، هقلبهم كويس واسيبهم يغلوا ويستووا مع بعضيهم. احنا عايزينهم 3/4 سوا. زي ما احنا شايفين كده حبايبي الخضار مع الفراخ مع المية بيغلوا همت، وزبطنا الملح بتاعهم. ابتدى الخضار يشرب المية، طبعا عايزاه يشرب ميته خالص. ابتدى حبايبي هو يشرب المية. المية فيه بسيط جدا جدا، بس انا هسيبها برضو 5 لغاية وتشرب المية خالص. وبعد ما تشرب ميتها هطفي عليها واسيبها تبرد.
احنا هنا حبايبي، خلاص هنطفي عليها وهنسيبها لغاية ما تبرد. هي شربت ميتها هي زي ما احنا شايفين. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه على ما هي تبرد. احنا هنا حبايبي معانا ورقة جلاش، هنقطعها على 4. هاجي كده حبايبي من النص واروح قطعها 2، احطهم بعد ما قطعناهم على بعضيهم. وابتدي اقطعهم تاني على 2. يبقى احنا كده قطعنا ورقة الجلاش على 4. ويلا حبايبي بقى نشوف هنعمل ايه. احنا هنا معانا بولة صغيرة، واحط فيها 2 معلقة من الدقيق، وعليهم شوية مية، وهقلبهم مع بعضيهم. المية بالدقيق دي يا حبايبي عشان بعد ما نلف الاسبرينج رول نيجي من عند الطرف كده ونروح دهنينه بالدقيق عشان ما يفكش مننا. احنا هنا عايزين شوية مية تاني عشان العجينة تقيلة، هنديها شوية مية صغيرة ونقلبها تاني. بس حبايبي احنا كده هي خلاص دوبنا الدقيق في المية. هبتدي بقى اجيب ورقتين من الجلاش هفردهم زي ما احنا شايفين كده، وهحط الحشوة اللي احنا عملناها على الحرف، اظبطها كده مع بعض، وابتدي اتني الطرف واتني الحروف والفها زي ما احنا شايفين كده، واجي من عند الطرف في الحتة الاخيرة دي كده واروح دهناها بالدقيق، واكمل اللف بتاعنا واحطها في الصينية. هنعمل ونحطهم جنب بعضيهم علشان لو حطيناهم على بعض هيلزقوا. الوجبة دي يا حبايبي فيها فراخ زي ما احنا شايفين، وفيها بسلة، وفيها جزر، يعني فيها فيتامين، وسهلة وبسيطة. احنا هنلف كده يا حبايبي وهنيجي من على الحرف، واروح دهنه الدقيق زي ما احنا شايفين وهلفها. هناخد ورقتين مع بعض. احنا ممكن نحط ورق اكتر، يعني عدد 3 او 4، بس هتبقى تقيلة قوي. اتمنى حبايبي تجربوا الوصفة ديت وتقولي رأيكم ايه فيها، وتكتبولي في التعليقات عن رأيكم فيها. هنعيد اللف تاني اهو يا حبايبي. احنا بنلفها بطريقة سهلة اهي وبسيطة، مفيهاش اي مشكلة. الوجبة دي سهلة، ممكن تتعمل على الغداء على العشاء، لو عندنا عزومة ممكن نعملها ونحطها على السفرة مع الأكل. اهي يا حبيبي زي ما احنا شايفين اهي بنلفها. انا حبيبي هسيبكم اكمل الكمية كلها وارجع لكم تاني.
احنا هنا حبايبي اهو بعد ما عملنا الكميه كلها، معايا طاسه فيها زيت على النار والزيت يكون سخن. هبتدي انزل بالسبرينج رول زي ما احنا شايفين كده حبايبي، هو ما بياخدش وقت في السوا. ابتدى هو يدي لون معانا زي ما احنا شايفين. هنقلبه على الناحية التانية. السبرينج رول طريقته سهلة وبسيطة، وممكن كمان يتاخد مع أولادنا في المدارس أو في الرحلات زي ما احنا شايفين كده حبايبي. بعد ما اتحمر بنطلعه على مناديل المطبخ عشان يشرب الزيت، واحنا طبعا بنصفيه كويس من الزيت واحنا بنطلعه. هبتدي حبايبي اقلي معاكم طاسه تانية اهو زي ما احنا شايفين اهو. بصوا حبايبي شكله جميل جدا. هنقلي طاسه تاني مع بعض. هنا حبايبي اهو اتحمر، هنبتدي نطلعه ونصفيه من الزيت زي ما قلنا. احنا هنا حبايبي خلصنا ويتصفى من على الزيت، وهنحطه في طبق التقديم. بس تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا هنا حبايبي عندنا كاتشب حوالي 4 معالق، وهنحط عليهم حوالي 3 معالق مايونيز، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. احنا بنعمل الصوص دوت للسبرينج رول. احنا هنا خلاص اهو اتقلب كويس مع بعضه. يلا بقى نشوف السبرينج رول بعد ما حطيناه في طبق التقديم. شايفين جماله؟ بجد شكله تحفة وطعمه تحفة. اتمنى حبايبي تجربوه. شايفين بصوا شكله واو جميل جدا. طبعا انا مش قادرة استنى وهدوقه معاكم كده واقول لكم رأيي. جميل جدا بجد. اتمنى حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.